السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. يمكن اللي متابع منكم حوالي آخر 10 مباريات بالنسبة للنادي الأهلي السعودي، تحديدا من بعد ما عمر السومة جدد عقده مع النادي الأهلي السعودي لمدة 3 سنين. عمر السومة أصبح دوره مختلف. يمكن ناس كتير كانت بتلوم على عمر السومة ان هو فقط دوره داخل منطقة الجزاء، وكانوا دايما بيسموه لاعب صندوق. عمر السومة النهاردة وفي المباريات اللي فاتت أثبت إن هو يقدر يعمل أمور كتيرة. عمر السومة النهاردة صنع أسيست ولا أروع في تلك المباراة الصعبة حقا، مباراة اليوم ما بين الأهلي السعودي والعين في الدوري السعودي، مباراة صعبة. نادي العين النهاردة كان نادي متميز جدا، وكان نادي سريع جدا، واستطاع إن هو يقتنص هدف ولا أروع في بداية المباراة، وده كان ليه تأثير طبعا واضح على مستوى النادي الأهلي السعودي اللي هو أصلا يعني غير منظم إلى درجة كبيرة. ويسأل طبعا بكل تأكيد عن ده فلادان. النهاردة فلادان كان عنده أخطاء واضحة. طبعا سجل الهدف الأول لنادي العين فيليب براداريتش، وطبعا هدف ولا أروع، والعويس ما يقدرش تحت اي ظرف ان هو يتصدى ليها. كرة بعيدة جدا جدا، بيسموها في الثمانيات او التسعينات، بيسموها في المجص، كرة ما تتصدش. الاهلي السعودي النهاردة كان زي ما قلت لكم مرتبك كالعادة. يعني انا ما شفتش مباريات جيدة بالنسبة للنادي الاهلي السعودي الا مبارياته امام الهلال، غير كده ما بشوفش. يعني دايما الاهلي السعودي من الانديه اللي ما بتظهرش امكانياتها الا في المباريات الصعبه، المباريات النديه، مباريات مع النصر، مباريات مع الهلال. لكن النهارده للامانه الاهلي تراجع، ولكن سخن في اخر ربع ساعه. يعني تحس ان اللعيبه كده بدات ان هي تدرك ان ما ينفعش المباراه تنتهي بالشكل ده ويتهزموا من العين، وبالتالي سجل عبد الرحمن غريب هدف التعادل في الدقيقه 84. وطبعا عبد الرحمن غريب يكاد يكون هو اللاعب الاهم في الاهلي السعودي، اللاعب اللي دايما وجوده بيكون فارق. وانا بتسائل ازاي فلادان في المباريات اللي فاتت كان بيخلي عبد الرحمن غريب بديل، وكان بيدخله في نهايه الشوط الثاني. عبد الرحمن غريب المباراة دي والمباراة اللي فاتت أثبت إن هو لازم يكون أساسي. عبد الرحمن غريب وجوده أساسي ووجوده مؤثر، صانع ألعاب، بيعرف يرفع، بيعرف يعمل أوفر، وكمان بيعرف يسدد كرات. على أي حال الأهلي السعودي النهاردة للأسف ما زال يضيع الفرص. الفرص اللي بتجيله من تراجع نادي الهلال السعودي وهزائمه المتكررة. وضيع كمان الأهلي السعودي النهاردة فرصته مع نادي العين، وكسب نقطة وحيدة من تعادل، وأصبح في المركز الثاني برصيد 35 نقطة خلف الشباب المتصدر برصيد 38 نقطة، ونادي الهلال في المركز الثالث برصيد 33 نقطة. المباراة المقبلة مباراة قوية جدا جدا، مباراة تختلف عن كل مباريات الأهلي السعودي اللي فاتت، حتى مبارياته مع الهلال هي مباريات أقل، لكن المباراة المقبلة للأهلي صعبة لأن هي مع المتصدر، مع نادي الشباب السعودي. المباراة بإذن الله إن شاء الله هتكون يوم الاثنين الموافق 22/2 الساعة 7:30 و5 مساء. المباراة المقبلة صعبة جدا، انت بتلعب مع المتصدر، ولو فزت على الشباب هتتصدر، او على الاقل هتشاركه في التصدر، لان الفارق ما بين الاهلي والشباب زي ما انتوا عارفين 3 نقاط فقط. في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حسن المتابعة. أداء عمر السومة النهاردة كان موفق إلى درجة كبيرة، ولكن النادي الأهلي كله كان يعني مستواه إلى حد ما غير واضح ومرتبك، تحديدا الناحية الدفاعية، كل اللعيبة كده قاعدة عند الدفاع ما بتعملش أي حاجة، وطبعا الهجمات المرتدة محدش يعني بيستخدمها وبيستثمرها استثمار جيد. كمان نسيت أقول لكم النهاردة أن عمر السومة سجل هدف رائع جدا في بداية الشوط الثاني، ولكن الحكم للأسف اعتبره تسلل، مع أني اللي تابع منكم التسلل ما كانش واضح. يمكن عمر السومة قدمه، وإحنا طبعا القدم هي المعيار، كانت مع قدم لاعب نادي العين، لكن جسمه برا الكرة. محتاجين حد بيفهم في التحكيم ويقول لنا هل الهدف ده تسلل ولا لا، تحديدا وان الهدف ده كان هيفرق جدا في مسيرة النادي الاهلي السعودي. عايز اقول في النهاية حسبونا الله ونعم الوكيل في تقنية الفار التي ساهمت بشكل كبير جدا في افساد متعة كرة القدم. يمكن كرة القدم بمتعتها كانت ان ما فيهاش حد رقيب عليك غير الحكم. يعني احنا رضينا بحكم الحكم طبعا بكل تأكيد، لكن ناس قاعدة برا الملعب وعلى غير دراية، هي معاها شاشات ومعاها تقنية ومعاها كاميرات، ولكن الفار أفسد علينا الكثير والكثير.
ويمكن انتوا تابعتوا حتى مباريات الدوري الاسباني والدوري الانجليزي قد ايه الفار بيعمل قرارات مصيريه ويعني بيقلل من المتعه. في نهايه الحلقه بشكركم جدا على حسن المتابعه، والى اللقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.